ما للرسائل بيننا؟ قد أصبحت متثاقلة، صوت البرود يلفها وكأن كل حروفها صارت فتات عواطف مثل الزهور الذابلة. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. عندما نتكلم عن الصوت يجب أن نكون في حضرة الطيب الخلوق المعلق والمدرب الصوتي الأستاذ خالد النجار. حياك الله أخي كريم، أهلا وسهلا. حياكم الله. سعيد جدا وفخور أن أكون بضيافة الدكتور الخلوق، دكتور العلم ودكتور الأخلاق، الأستاذ محمد غنايم. يا مرحبا فيك. الله يسعدك. أصبح لدينا فضول أن نصبح معلقين صوتيين، يعني هل تستطيع برامج الهندسة الصوتية أن تجعل صوتك جميل؟ باختصار، الهندسة الصوتية هي تقوم بعملية فلترة الصوت الذي نقوم به الآن أمام ميكروفون بين الشوائب وأصوات الأخرى. إحنا أنا مسجل، بيدخل صوتي مع صوت تشويش من المنطقة المحيطة، انعكاسات الصوت، فأنا أقوم فقط بعزل. ما رأيك أن نقوم بتجربة مثلا فعليا؟ أنت ما شاء الله محترف في المجال الهندسة الصوتية، لو مثلا سجلت بصوتي وبصوت عادي ودون أي تأدية، وأنت سجلت بشكل حي مباشر بتأدية، ونرى من الصوت الأجمل، ما رأيك؟ انا جاهز. يلا تمام، لنقوم بذلك. عندما تصب المويه انا ادري كل شيء. شوف رجلي، انا اسف، انا شيل حالي، فك حالي في التلفزيون والراديو، الناس حالي في بيتي، اقسم بالله العظيم. صفك له. الجمله التي اود ان اؤديها هي عندما ترى الصوت. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما ترى الصوت، لو انا اطلب منك تعطيها بجو اخر وتحرك الجسد والبدي لانجوج اكثر. عندما ترى الصوت. طيب، عندما ترى الصوت مثلا، لازم نحكي يعني. الله يسامحك، انا ظلمنا نفسنا. انا ارتقي واشرفك يا حبيبي. من يصلح ان يكون معلق صوت؟ هل مثلا المؤذن يصلح ان يقال له مثلا معلق صوت؟ لانه ربما يستخدم صوته يوميا في ابداء المعنى. المؤذن من الاشخاص الذين دائما يعني يستخدم صوته بطريقه غير مشابهه للمعلق الصوتي. مثلا هو يعتمد بطبقه صوته على الاغلب الطبقات المرتفعه بما يسمى الجواب او هي ثم السوبرانو. من غير الممكن انا كمعلق صوتي ان اقرا النص العادي باسلوب الاذان. لو اردنا مثلا تلخيص الاشخاص او المهن التي تندرج تحت المعلق الصوتي، من مثلا؟ مثلا الافلام الوثائقيه، الاعلانات التجاريه بما يسمى الريبورتاج او الانفوجرافيك، التقارير الميدانيه باللغه العربيه الفصحى، طبعا الهويات الصوتيه مثلا قناه كذا كذا، شركه فلانيه باسلوب ثقيل، الشعر، الخواطر، الرد الالي، كل هذه الامور تعتبر تعليقا صوتيا. واصبح الان هذه مهنه ان كان دخله كافي ليعتمد عليها، وبعض الناس يعتمدها مهنه مرادفه او ثانويه. سؤال اخر، هل التجويد يحتاج تدريب للتعليق الصوتي؟ لأنه مع الأسف يعني تجد الكثير ربما عندما يجود يكون به غنة أو خنف معين في الصوت. التجويد صراحة من النقاط دائما أبدا نطلبها من يعني أي شخص بيأتي مثلا للدورات بيتكلم، بصراحة عنده مشاكل كثير بحروفه، فإحنا بنقول له اذهب وخذ دورة تجويد لتضبط بها مخارج حروفك. الأصل التجويد. الأصل التجويد، حتى أنه هو أس الحروف اللي بيضبط لك إياها. ودائما ما شاء الله مشايخنا محترفين في تتبع الحروف وتحقيقها صفة وأداء وقوم إلى آخره. لكن الأمر السلبي، كثير من الناس يأتي يتعامى مع التعليق الصوتي وكأنه تجويد، فيقول مثلا عندما ترى الصوت. لا، هو يبالغ ويبتذل في تحقيق الحروف بشكل انه يعني يصير مش حلو. فانت تكون عندما ترى صوتي انسيابيه، هاي كلام مش موجود عنده. فاحنا ناخذ من التجويد، وهو امر مهم جدا، سواء الحروف. كان طبعا ضبط الحروف، يعني مثلا لما تاتي لايه لانبسطت، هم شو بيقول لك؟ لانبسطت، الطاء مع التاء بيدغمها بتصير حرف واحد. فلذلك نحن نوجه الطلاب قبل المجيء انه يفضل ان تاخذها ان امكن، او ان جئت الينا واخذت الدوره معنا او مع غيرنا، يجب ان تكون عندك حروف سليمه، لانه بلا حروف لن تستطيع اداء اي اعلان او اي فيلم مهما كان. يعني مقاطعه لكلام استاذ خالد، الان انا لاحظت بعض على قناتكم، لاحظت بعض التدريبات اللي تقومون بها. صحيح. يعني تدريبات انا على المستوى الشخصي حاولت اجربها وشعرت بنوع من الاستفاده. انا ربما تبدو لي غريبه، ولكن سبحان الله هو مختص في مجاله. صحيح. هل هذه التدريبات لها تاثير مباشر وفعلي، ام انها مجرد فقط يعني لأصحاب الموهبة، هو لديه موهبة ويطورها؟ التمارين هي التي تقوم بتهيئة هذه العضلات، تليينها وزيادة لياقتها، لتعينك وتساعدك في أن تقوم بأداء صوتي صحيح. أو حتى عامل الزمن، أنا كنت أقرأ مثلا في بداياتي، أسجل كتب مترجمة تركية العربية، والكتاب 500 صفحة، الصفحة الأولى الثانية عند العاشرة لا تستطيع، هنا معدتك لا تشيلك لا تحملك، فتصير تقول له بس لو سمحت أعطيه فرصة أتنفس وأرتاح. فكأنك سبحان الله كأنك حملت أثقال على
على هذه العضلات. فسبحان ربي. السؤال التالي أستاذ خالد، يعني احنا أثقلنا عليك بالأسئلة. يا مرحبا، العكس، ساعة مباركة. حياك الله. هل الدبلجة تعتبر من التعليق الصوتي أم هي فقط تأدية تمثيلية؟ يعني أسئلتك في الصميم ما شاء الله. هذا أسئلة متابعين. أسئلة متابعين، كل التحية لكم. عليك أن تقاتل وتقاتل حتى تصل إلى القمة. يجب عليك أن لا تستسلم لأي شخص يهاجمك. الدبلاج من المهن العريقة والتي اشتهرت في عالمنا، وليل نهار يعني نعيش معها نحن وأولادنا. لكن في حقيقة الأمر هناك اختلاف كلي يجعل الدبلاج تحت شيء اسمه أنواع الإلقاء الصوتي، اللي هو الدبلاج، لكن التعليق يختلف. طب ما الاختلاف في الدبلاج؟ أنا ذهبت في يوم من الأيام أكثر من رأى أدي يعني شخصيات، كان يقول المخرج يجب عليك أن تتحول لهذه الشخصية، يعطيني الدبدوب مثلا اللي هو دوري دائما احنا تعيش تمثيل أكثر. لا يا رجل. فيقول لي أنت تحول هذا الدبدوب. فلما كنت أدي بإحساس أقول لي لا، الشخصية ما كانت بهذه الطريقة. لا. فتصبح وكأنك أنت فعلا أسير لهذه الشخصية، إحساسا، فرحا، سرعة، أداء، انطلاقة للصوت. إذا أنت أسير لهذه الشخصية. أما التعليق الصوتي أنت تكتب من الصفر، معك نص، أنت تولد الإحساس. يا سلام يا سلام. طيب الآن السؤال الآخر أستاذ خالد، حياك. كيف نحسن مخارج الحروف؟ بعض الناس يكون لديه لدغة، أو هي بالفصحى ماذا كانت؟ هي لثغة. لثغة في الحرف. لثغة. نعم. هي تقلب عادة الراء إلى غين. أنا أعطي في دوراتي وفي حتى في قناتي. نعم. تمرين هو يسمى تمرين الأرو وتمرين القلم، يقوم بتعطيل الفك بشكل الاعتيادي ويجعله يحرك أو يعني يفعل ويعتمد على العضلات الخامنة من سنوات طوال. فهذا الأمر يجعل الحنك والحنجرة بشكل آخر تتنشط وتتحسن في تحصين مخارج حروف. أما بما يخص لثغة الراء، في حلقة عندنا في القناة تتكلم عن هذا الموضوع. جميل. وحرف الراء تحديدا عليه ضغط وشغل، أنه يجب أن يصل رأس اللسان. طب إن سأل أحد الإخوة كيف أستطيع أن أعرف أن المشكلة عندي في وجود لحمة أم لا، في تمرين بسيط يجعل لعلك تصل لهذا الأمر. في حرفين، النون واللام. لاحظ لما تكون نون لام ستضطر أن ترفع اللسان بحالة مشابهة لحالة الراء. فإذا لفظته بشكل جيد وواضح. أيوة صحيح. فسألت يعني تحقيق الحرف النون واللام بشكل جيد، هذا علامة كبيرة على أنه لا يوجد عندك قطعة لحمية أسفل اللسان. ليست مشكلة بالضبط. تشريحية. إذا طب حيجي شخص يقول لك الآن طب وإذا ما في عندي هذا لحمية ونطقت الأمور، لماذا عندي الراء فيها خلل أو فيها نوع من الخطأ؟ السبب هو كسل في 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 اللسان. في مجموعة كبيرة من التمارين بإمكاننا يرجع لها الإخوان المشاهدين بالضبط إن شاء الله. نعم. متوسع فيها بشكل كبير. بشكل كبير. وهي أنا جمعت فيها أغلب هذه الأمور. أستاذ خالد، الآن ربما بعد هذا الكلام الطيب الجميل الذي تفضلت به، يوجد بعض المتابعين الأصدقاء هنا ربما يرغبون في تطوير هذه الموهبة لديهم ألا وهي الصوت. كيف يمكن أن تقدم هذه الدورات لهم؟ أنا على اطلعت ما شاء الله على أعمالكم وصولاتكم وجولاتكم في الوطن العربي، تقدمون دورات في أغلب البلاد العربية، في المغرب، في الخليج العربي، في الجزائر، ذهبنا نعم في دول الخليج، في تركيا، في الأردن، الحمد لله. والآن متوفر الدورات الحية في تركيا بشكل متكرر، وكل فترة أخرى أذهب إلى بلد في كل شهر مثلا عند زيارة لأحد الدول أقدم الدورات حسب ما يتم الاتفاق، سواء مغرب، تونس الأكثر تكرارا هي المربط المغرب العربي، الجزائر اللي رجع إن شاء الله قريبة، في السعودية، في البحرين، في الكويت، في كل الدول. فلكل المهتمين يعني متاحين من هنا وحتى الأونلاين الآن يعني تقريبا أصبح متاح إن شاء الله. والله هو قدم شهادة سمعت أن من الأكاديمية الأمريكية الإبداع والفن والإعلام والمواهب. وأنا سعيد بأنك يعني أنك نظرت لهذا الفن وأعطيته إضاءة من طرف قناتك، هذا يسعدني ويشرفني. الشرف. وعفوا وليس بغريب على شخص يعني ينتقي مواضيع عميقة ومفيدة في مجتمعنا. كل حلقاتك بسم الله ما شاء الله، هذا ليس إعلام مدفوع، إنما بأمانة يعني بصدق تدخل هذه القناة بين الفكر والروح والعاطف. كان ما شاء الله عليك، الله يحفظك أخي الكريم. بالعكس الشرف لنا ونحن مستفيدين أكثر، وأنت تنهل علينا من علمك. وأنا بالنيابة عن المتابعين الكرام نشكرك على هذا العلم الذي تنهل به علينا، وهذا الأمر لم يطرق له الكثير. تاج راسي يا أخي، الله يحفظك. لذلك أود منكم فضلا وليس أمرا الذهاب لقناة أستاذ خالد، لكل مهتم وشغوف بالصوت، هذا المكان المثالي. الله يبارك فيك. عن صدق وأمان أنا جلست معك أكثر من جلسة. أشكرك والله، هذا تعلمت منه الكثير. يعني الله يبارك فيك. زكاة العلم نقله، نحن ننقله لنأخذ غيره. أحسنت. بارك الله فيك. هكذا كنا وصلنا للنهاية، ودمتم في أمان الله. عندما ترى الصوت دع الكون يسمع صوتك. الله. يعني شكرا لك على وقتك أستاذ خالد. أنا سعيد وحزين في آن واحد، لكن سنة الفراق ولا نطفي الكاميرا بنصها قصة. كت كت يا مونتير، هذا أنت بتقول صلي حالك عشان ما بسيكش عليك داتا. أيوة جيب التلفون الأزدامي لضيعه من عند مندي. ما للرسائل بيننا قد أصبحت متثاقلة، صوت البرود يلفها وكأن كل حروفها
صارت فتاة عواطف مثل الزهور الذابلة. أنا أرفض الحب المؤقت بيننا، خير لقلبي أن يموت ولا يعيش معذبا، مستجديا قطرات حب واهتمام فوق أرض قاحلة. ما صارت الأعذار تعني خاطري، اختر طريقا واضحا حتى أريحك من عناء مشاعري. إما الحضور بملء قلبك دائما أو ابتعد عن ناظري، فلقد مللت الشوق يأتي باردا بتكلف ومجاملة. فرق كبير في المشاعر بيننا، ما بين أصدقها وأخرى زائلة، فالحب في قلبي كفرض واجبا، والحب عندك ليس إلا نافلة. عندما ترى الصوت